كبداتي، اهلا متتبعين ديال قناتي وقناتكم قناه كوتر فلوكس. مرحبا الف مرحبا بالمتتبعين ديالي القدام، شكرا لكم، وشكرا الف مرحبا بالمتتبعين ديالي اللي انضموا للقناه ديالي. شكرا لكم، شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، على التعاليق ديالكم الراقيه اللي كتعبر على المستوى ديالكم. شكرا لكم على اي حاجه درتوها معايا، ربي بوحدو اللي غادي يجازيكم. كلشي كي تنقول لكم البنات، شتي لا كان قلبكم زين وكتبغيو الخير للانسان، والله القسم ربي ما يخليكم وغادي يعطيكم على قد نيتكم. شكرا لكم مره اخرى، راه كي تنقول لكم راه ما كنبغيش نبدل لا فيديو الا ما شكرتكم، حيت الشكر تيرجع لكم. اي واحد طلع، اي واحد ما غاديش ينسى خير المتتبعين ديالو، هما اللي يطلعوك ولا هما اللي ينزلوك. الله يكبر بكم البنات مره اخرى. المهم البنات، اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه صراحه اللي طلبوها مني المتتبعين. كما ولفتوا ديما في العشيه، يعني وليت كنحط لكم دو فيديو تحت طلب المتتبعين، كنحط اي واحد قال لي شي حاجه كنحطها ليه، وديما في العشيه خصني ضروري نحط لكم شي حاجه تاع زياده الوزن اللي كيطلبوها مني المتتبعين. ديما في ما حطيت شي بوست شي حاجه كيطلبوا مني زياده الوزن، وانا كي ديما هنا على الرسولين، مادام دخلت لواحد الحاجه ودخلت واحد الميدان، وانما خصني نكون القد ديال الكلمه ديالي وقد ديال يعني كي كلامي كي دراعي. المهم البنات، بلا ما نطول عليكم، اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الوصفه رائعه اللي غادي ترحموا عليا فيها وديو معايا دعوه ديال الخير. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي هما تيكون لاطي ديالهم زوينه ولكن ما عندهمش الصدر، ما عندهمش المؤهلات الانثويه، البنات راه صراحه راه باقي كنحشم انني نذكر المؤهلات، نبقى نذكر كل حاجه بالتفصيل في المؤهلات الانثى. راه كلكم عارفين المؤهلات ديال المراه او ديال الانثى، يعني خص يكون الوجه ديالها منفوخ، خص يكون الصدر، خص تكون مؤخره بزاف ديال الحوايج. ولكن البنات فيما سمعتوني قلت المناطق الانثويه، المهم الفهم يفهم، راه ما كنبغيش نعطي بالتفصيل صراحه، راه كنحشم نقولها ما نكذبش عليكم، ولكن نتوما بغيتكم مضبص بيناتنا البنات هما المناطق الانثويه. صافي ما بقيش غادي نقولهم بالتفصيل، المهم نقول المناطق الانثويه. صافي البنات، يلا على بركه الله نبداو في الوصفه ديال اليوم. المكونات البنات اللي كنحتاجو في الوصفه ديال اليوم اللي كتكبر لنا في المناطق الانثويه، اللي معروفه البنات هذا من زمان، يعني من زمان، حب رشاد. حب رشاد البنات مهم بزاف في زياده الوزن، وشتي الاكثر منه البنات حاولوا انكم هذه الوصفه ما تكثروش منها، حيتاش كدير السمنه المفرطه والله القسم، حيتاش لا كثرتوا منها راه كلشي البنات كيعرف المنافع ديال حب رشاد. شوفوا هي المراه فاش كتولد اول حاجه كتبدا بها ولا اول حاجه كتشربها هي حب رشاد، خصها تشربو حيتاش هو سخون وكيزيد في الهرمونات الانثويه وكيزيد في الهرمونات المراه اللي خاصهم يكونوا فيها. المهم البنات، غادي نعطيكم واحد الاطلاله ولا واحد المقتطف تعرفوا المنافع ديال حب رشاد في زياده الوزن، من بعد نرجع معكم نكملوا المكونات. كما قلت لكم البنات، اول مكون وهو عندنا هو حب رشاد. راه وريتكم البنات اشنو هو الاهميه ديالو في زياده الوزن، صراحه كيزيد لينا الوزن. المهم كنشوف البنات، كنهضر معكم كنشوف هذا القليب، المهم هذا القليبه كنهديه لكم المتتبعات ديالي، يعني كل شيء راه وريتكم بالتفصيل لاش تيليق في زياده الوزن. المكون الثاني واللي هو مهم لينا في هذه الوصفه وهو النفع، واحد المتتبعه ديالي تحيه لها من هنا، المهم ناديه تنعقل عليكم بواحد البنات عافاكم، هو كتبوا لي كومونتير باش نولي حافظاكم، راه وليت حافظه البنات بوحده بوحده وليت حافظاكم. المهم تتبعات ديالي ناديه قالت لي راه النفع كينقص في الوزن، لا جامي هذه المعلومه البنات خاطئه، بالعكس النفع كيزيد لينا في بزاف ديال زياده الوزن. علاش البنات تعرفوا القويلبات اللي كيستعملوه بحال هذاك الشيء اللي تيديروا الكديره وداك الشيء كيديروا القويلبات فيهم النافع والحلبه وتيكون مدقوقه فيه طحب برشاد البنات، اي هو باش تيكون مضر كيزيدوا فيه الفاني، تيزيدوا فيه الدرداك ولا ما عرفتش تيزيدوا فيه البنات. وصراحه القويلبات البنات ديال داكشي ما كنصحكم بهم حيتاش مضرين البنات، ما كاينش شي حاجه تكون طبيعيه وناتور اللي كنصحكم بها. اما داكشي البنات الا قطعتيه كتولي حالتك حاله واللحم كتخسر ليك وبزاف الحوايج كيطراو ليك. المهم البنات، النافع هو المكون الثاني، والمكون الثالث باش كنخلطو هو العسل الحر البنات. الا ما عندكمش العسل الحر راه تيكون داك اللي نازل على العسل الحر، واش الزمزمي ولا ما عرفت، المهم تيكون شويه اهبط على العسل الحر. صافي هادو هما المكونات
حتى جوج اللي عندنا بنات عافاكم تفرجوا في الفيديو كاملو باش تشوفوا الطريقه، حيتاش بالطريقه اللي غادي نستعمل معكم هاد المكونات هي فاش غتنجح لينا ان شاء الله، وغادي تديروها وغادي ترجعوا لي كومونتير وتشكروني. يلا البنات نوريكم الطريقه. كيف ما قلت لكم هادو هما المكونات، كنحتاجوا المكون الاخر هو كويس تاع الحليب. صافي البنات كنشدوا كويس رينا كسرونه بحال هكذا، كويس رينا صغيره، كنديروا فيها كاس تاع الحليب كويس ديال الحليب اللي غادي نشربو، غنديروا جوج معالق، معالق بحال هكا صغار، الا كانت عندك كبر منها ديري معلقه واحده، جوج معالق ديال الحب رشاد، معلقه ديال النافع، جوج من هنا وواحده من هنا. يلا البنات اردوهم على النار. البنات كيف ما كتشوفوا معايا كتكون النار مهيله، كردوهم على النار حتى كيفيد لينا الحليب وسطهم، يعني كيعطي المفعول ديالو، يعني كتشوفي الحليب انه فاض لينا وسط حب رشات والنف. بالنسبه لهاد الوصفه البنات زينا حتى صحاب بومزوي زوينه لهم وبزاف. صافي البنات من بعد ما يفيد لينا الحليب ديالنا غادي نرجع معكم. شوفوا معايا البنات من بعد ما هانتوما كتشوفوا خصو يفيض في عيني كيطلع لينا الحليب هكا، نتمنى البنات نكون تنوضح لكم مزيان. صافي هي فيض عليه هكا كاملو يروب بحال هكا وطفي، شتي البنات طلعتيني الصحه ما فاضش الحليب. صافي البنات من بعد البنات صافي تاخدي كويس ديالك بحال هكا ديال اللي بغيتي تصفي فيه، وتاخدي صفايه صغيره وتصفي هذاك الحليب. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا صفي الحليب بوحديتو، حيت صافي البنات حبرشات فاش فاض عليه. المهم ريبت الحفله البنات، المهم نتوما راه عرفتوا الطريقه، انا تكب ليا هذا حيت هزه كنصور بيد وندير بيد. صافي البنات من بعد ما كتصفيو الحليب بحال هكا حيتاش كي قلت لكم ما كاين لا شي يبقى حبرشات حيتاش عطانا المفعول ديالو، كتاخدي العسيله الحره وكتاخدي واحد الكويغ، قلت لكم بعد ما صفينا الحليب ديالنا كتاخدي واحد الكويغ صغيره بحال هكا وتديري فيها العسيله الحره صافي، وتخلطيها في هذاك الحليب عتاي البنات عاطي الريحه ديالو. صافي البنات هذا هو الحليب ديالنا. معاش كناخذوها البنات؟ كناخذوه مع الصباح قبل ما نفطروا بنصف ساعه. ديما البنات اول حاجه اللي تسبقيها، بالنسبه للبنات اللي تيقولي ما كيبيعوش الحليب حاولوا البنات راه شي حاجه اللي بغيتوها تنفعكم، حتى نتوما صبروا تقولوا اللي بغى العسل يصبر القريص النحل. صافي البنات كتشربوها على الريق. البنات شكوني من هذه الوصفه راه ديما البنات علاش نقول لكم كملوا لا فيديو، يعني كتجيني الافكار كيجوني ديك الساعه تنبينجلهم لكم. بالنسبه شكوني ما ياخذش هذه الوصفه الحوامي ما عندها ما تدير بها، علاش؟ حيت فيها البنات حب برشات، كل ما كان فيها حب برشات نقول لكم حب برشات سخون الحامل، يعني ما كاينلاش تشربوا. بالنسبه للنفع بوحدو ماشي مشكل تاخذوا الحامل، ما كاين لا منفعه ما يضرهاش. بالنسبه اللي فيه الغده الدرقيه لا البنات، بالنسبه اللي فيه القولون العصبي ياخذها، بوم زوي زينه ليه، النحافه زينه ليه، فقر الدم زوين ليه، اللي فيه داء السكري ما عندو منا شي خاف زوينه ليه. بالنسبه للبنات اللي كترضع مزيانه ليها، شكون ما ياخذهاش هاد جوج البنات اللي فيه الغده الدرقيه واللي فيه والحامله، هاد الجوج ما ياخذوش وما ننصحهمش نهائيا بهاد الوصفه ديال اليوم، حيتاش البنات كي قلت لكم حب رشات سخون وما يعني ما ننصحهمش بها البنات. نتمنى البنات يعجبكم لا فيديو ديالي ديال اليوم، اللي كي تنقول لكم ديما راه كنعطيكم شي حاجه اللي من القلب اللي تنكون انا كنصور وفرحانه حيتاش غادي تعطيكم النتيجه، هذه كتزيد في الهرمونات الانثويه. شتي لا بغيتي كاع كاينين بزاف ديال البنات كيبغيو راسهم يبقاو رقاقات ولكن يكون عندهم الصدر واقف ويكون عندهم المؤهلات الانثويه. البنات ما بقيتش غنقول لكم كل حاجه، نتوما فهموني البنات، يعني الصيغان داكشي كله غادي نختصر لكم في مؤهلات الانثويه المراه، حيتاش ما كنحشم نبقى نقول كل حاجه بوحدي. طام ما عرفتش كنتي تفرج فيا يا عيالات يا رجال، صراحه البنات كنحشم. من الاحسن مؤهلات الانثويه نتوما غادي مضبص بيناتنا وكتبوا لي مؤهلات الانثويه. صافي البنات يعني واعره واعره بزاف، طبقوا هذه الوصفه اسبوع
وردوا عليا الخبر، رجعوا لي كومونتير اللي تبقى ورجع لي كومونتير ويقول لي واش وافقتو ولا ما وافقتوش. وما تكتبوش البنات عافاكم ما وافقتكمش، رجعي لي كومونتير وقولي لي انا ما درت ليا والو. كي قلت لكم البنات راه تعطيكم بزاف الوصفات، حيتاش ممكن راه حسب جسم الانسان، حسب كل مره كيدايره، ممكن شي مره تدير هاد الوصفه يومين ثلاث ايام حسب الهرمونات ديالها وغادي تنفخ وغادي كي تنقولوا دغيا تبان فيها. وكاينه اللي تجرب ربعه الوصفات من هادو اللي حطيت وما تنفع فيها حتى وصفه، راه كل شخص ديال المراه شخص، ولكن حنا نديروا السبب والكمال على الله. جربوا البنات الوصفات الطبيعيه، عافاكم حيدوا من داكشي القويبات، حيدوا من داكشي الفراقه، حيدوا من داكشي اللي تيكون مضر للجزيرات وداكشي، راه البنات راه كيرجع البنادم بالتهلوكه. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، تهلاو ليا في راسكم، والا عجبكم لا فيديو كي تنقول لكم البنات، الا ما عجبكمش ديزلايك، والا عجبكم لايك. المهم ديروا شي حاجه كومونتيو عايروني حاجه البنات ياك. المهم كلكم كومونتيرات ديالكم راقيين وزوينين، وانا جو سوي فيير ديال انا جو سوي فيير بكم، حيتاش عندي احلى متتبعين وهضرتهم زوينه ومن جميع البلدان، الجزائر، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، الناس الصحراء، كلشي كلشي كلشي. الله يكبر بكم، فيديو جاي ان شاء الله، ورجعوا لي كومونتير وقولوا لي اش غادي تبيعوا في الفيديو الاخر، كنحماق عليكم. ويلا البنات جربوا الوصفات ارا بالراي، تهلاو ليا فراسكم، كوطر المراكشيه، يلا السلام عليكم.